يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحياناً يتبول الطفل على الفراش في المنزل، نعم، ثم تنسى الأم أين موضع البول، وقد يدخل الطفل الحمام ثم يخرج منه وفي رجليه بلل ويمر على الفراش، فما حكم الفراش في هذه الحالة؟ هل يعد طاهراً أم نجساً؟ أما المسألة الأولى، إذا تبول الطفل على الفراش فلا يجوز الصلاة عليه، لكن لو صلى عليه ناسياً، لو صلى عليه ناسياً أو جاهلاً صلاته صحيحة، أما إذا صلى عليه ويعلم إن فيه نجاسة صلاته غير صحيحة، لا بد من غسله. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، لا يجوز التشدد في هذه الأمور، وكل من طلع من الحمام فهو نجس ورجليه نجسة، هذا من الوسواس، ولا يجوز التشدد في هذه الأمور. نعم.